أهلا بيكم مرة تانية في لعب فلاب. النهاردة هنعمل مع بعض صاروخ بيطير. للعبتنا النهاردة هنحتاج فوم، ممكن ورق مقوى. أنا بستعمل هنا هو لون أزرق ولون بامبي عشان ولادي، ممكن تستعملوا أي لون أنت عاوزينه. شريط هدايا، ممكن حبل، سوليتيب، مقص، وهنحتاج كمان شاليمو وماركر. هنبتدي بان احنا نرسم الصاروخ بتاعنا. مش شرط نرسم صاروخ، يعني ممكن نشوف ولادنا بيحبوا ايه ونرسمه لهم عادي. مش شرط تكون حاجة بتطير، ممكن اي رسمة احنا عايزينها، عربية، عصفورة، اي حيوان معين، نشوف ولادنا بيحبوا ايه ونرسمه لهم. انا اخترت لولادي الصاروخ لابني وفراشة لبنتي. ممكن الأطفال يساعدوكم في تزويق الأشكال دي. احنا زوقتهم هنا، حطيت لهم ألوان وحاجات، زوقوا بالطريقة اللي تحبوها. على الظهر بتاع الصاروخ بتاعنا هنجيب الشاليمو وهنقصها لجزئين، يعني قد بعض أو مش قد بعض قوي مش مشكلة، وهنحطهم على الصاروخ بالشكل ده زي التمانية، وهنلزقهم بالسوليتيب. بعد كده بنجيب شريط الهدايا وبنخليه طرفين طول بعض، الطول اللي احنا عاوزينه، وبنلزقه على الحيط بالسوليتيب برضو. بعد كده هنفوت طرف الحبل جوه الشاليمو، الطرف الشمال في الفتحة الشمال والطرف اليمين في الفتحة اليمين. كده بقت اللعبة جاهزة. المطلوب ان الطفل هيمسك طرفين الشريط ويشدهم، فالصاروخ زي ما انتم شايفين بيطلع لفوق. اتمنى اللعبة تكون عجبتكم وتجربوها مع اطفالكم، واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله. سلام.